كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقرها عن شروط نيل البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نحو تعزيز دور الدولة في دعم وتقدير أصحاب الاستثمارات والكفاءات. تقرير محمد العسل. التسامح من شعار إلى خيار، وذلك توجه سديد من حكم رشيد يعكسه تبني إمارات الخير لحزمة قرارات جريئة وحكيمة في آن، خاصة نظام الإقامة الدائمة المعروف بالبطاقة الذهبية، إذ اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في خطوة عملية تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة مناخا جاذبا للاستقرارين الأسري والمالي. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي نظمت إحاطة إعلامية للحديث عن الفئات المستفيدة من الإقامة الدائمة، ولا سيما رجال الأعمال، بحضور سعادة لواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للهوية والجنسية على مستوى الدولة. وكشف المؤتمر الصحفي عن منح نحو 400 مستثمر إقامة 10 سنوات تتجدد تلقائيا كل 10 سنوات ولا تستدعي إثبات الحضور داخل الدولة كل 6 أشهر، ويشترط لها وجود استثمارات ب10 ملايين درهم، بينما النوع الآخر منها فيمتد إلى 5 سنوات شريطة التملك الكامل لعقار لا تقل قيمته عن 5 ملايين درهم. إقامة ذهبية مستثمرين وملاك عقار اللي نحن اليوم طبقناها، لكن هناك أيضا إقامة ذهبية تمنح للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتفوقين والطلبة المميزين المتميزين. بالنسبة للمستثمرين هناك شروط مالية للمستثمر 10 ملايين درهم، ويكون الاستثمار ماله قائم. نقلة نوعية وممتازة في عملية الاستقرار الأسري والعائلي والاستقرار الاقتصادي والتنموي بالنسبة للمستثمر الأجنبي اللي راح تنقل له الإقامة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، إقامة ذهبية تجدد في حالة توفر الاشتراطات التي سبق بموجبها منح الإقامة. المستثمرون المستفيدون من باكورة الإقامات الدائمة أعربوا بدورهم عن رضا بالغ تجاوز الإعجاب إلى الامتنان لصاحب القرار الإماراتي الذي يثبت لهم يوما بعد آخر أنهم جزء من قصة نجاح دولة الخير والتسامح في وطنهم الثاني الذي يرسخ مكانته المتميزة بين الشرق والغرب كواحة لسعادة الشعوب ونموذج لجودة الحياة. أكثر ما يثير الراحة والسعادة والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة أنك تتلقى اتصال هاتفي أنه تفضل علينا لدائرة الهجرة والجوازات مشان نعطيه إقامة لمدة 10 سنوات، فهذا دليل على احترام الدولة وتقديرها لنا الوافدين والعاملين على أرض الإمارات الطيبة والمباركة. أنت مجرد ما تكون موجود هون إن كنت مقيم أو زائر لا تشعر أنك بحاجة لإقامة أو إقامة ذهبية أو أي شيء، لأنه المناخ العام أو الإطار العام أو الشعور العام بيعطيك أنه هذا المكان إلك. لطالما آمنا برؤية هذا البلد منذ مجيئنا للاستثمار عام 91، واليوم لدينا 10,000 موظف في 380 محلا، ونظرتنا هنا طويلة الأجل، لكن هذا القرار يجعلنا نستمر في ذلك النهج. أنا سعيد جدا أن الأجيال الثلاثة من عائلتي أنا وابني وحفيدي جميعا حصلنا على الإقامة الذهبية، وهذا يشعرنا أن الإمارات فعلا وطننا وتلك بمثابة الجائزة. وإلى جانب أصحاب
وإلى جانب أصحاب رؤوس الأموال ثمة أصحاب العقول والكفاءات الذين بات بإمكانهم وفق شروط معينة تقرها لجنة مختصة أن يحظوا هم أيضا بالبطاقة الذهبية للإقامة الدائمة، كالحصول على درجة الأستاذية من أفضل 500 جامعة في العالم، أو جائزة علمية تقديرية، أو بحث أكاديمي متقدم، أو التمتع بتخصص نادر، وغير ذلك من قدرات معرفية، بما يحفظ أدمغة وأرصدة طالما كانت عمود الحضارة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال.